اليوم الجمعه حنا كغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات درنا هذا اللقاء اللي كيجي في اطار واحد المجموعه ديال الانشطه اللي كتقوم بها الغرفه على مستوى اقليم العرايش. طبعا هذا اللقاء كيجي في اطار واحد القانون الجديد اللي هو السي بي يو اللي كيهم المهنيين والحرفيين بشكل عام، واللي من خلاله استضفنا رئيس الماليه ديال مصلحه الماليه والضرائب بمدينه العرائش باش يشرح للمهنيين المزايا ديال هذا النظام هذا وشني اللي ممكن نستافدوا منه حنا كتجار ولا كمهنيين ولا كحرفيين في ظل هذا النظام هذا الجديد، وشني اللي الواجبات اللي يمكن ترتب علينا وشني الاجراءات اللي خصها دار من بعد. فطبعا كان شرح وافي وهذا، وكانت فيه اخذ ورد ونقاش، وطبعا يعني ماشي داكشي اللي جابه كامل يعني قبلناه، يعني كاين اشياء اللي يمكن بالنسبه لنا حنا كتجار ومهنيين في ظل هذه الجائحه هذه، واللي كان اولى بالمسؤولون انهم يطرحوها يعني قبل ما ندخلوا في هذا الشيء هذا. يعني هذا الشيء جا في واحد الوقيته اللي شويه حنا كنعيشوا ضائقه ماليه، كنعيشوا ازمه حقيقيه، يعني كاين اكراهات كاين مشاكل اللي كان بالاجدر يعني خص تسبق على هذه النقطه هذه. فطبعا حنا ما كنكروش يعني القيمه المضافه اللي يمكن ديرها القضيه ديال التغطيه الصحيه للمهنيين والحرفيين، الا انه في ظل الوضع الراهن كنظن على انه كاين مشاكل حقيقيه، كاين هذا عجز تجاري عند جميع التجار، ماشي غير على المستوى المحلي والاقليمي ولكن على المستوى الوطني، اللي كيخلي الناس انهم حتى واذا مشاو وديكلاراو هذا يعني ما عندهمش باش يخلصوا. فطبعا يعني ما الا ما خلصش يعني راه ما غيستافدش، وهذا الشيء اللي كاين.